بقول اعرفي نفسك. انا اسمي هدى شعبان. طبعا بقيت القصه ان لما سياده النائب العام حول قضيه جنايات ونزلت جلسه يوم 28 ابريل 2011، فطبعا هو ما المتهم ما كملش 20 يوم على بعض في اسم في سجن ترى، وراحوا منزلينه الجلسه. طبعا سياده القاضي سياده المستشار عبد الستار امام سمع للمحامي بتاعه وسمع للمتهم، وانا لما جيت احكي بقى يقاطعني، ولما اصريت ان انا اكمل القصه وافهمه تفاصيل الجريمه راح طردني بره الجلسه وقال دي ما تقعدش، ورفع الجلسه ودخل مداوله، قال مش هكمل غير لما دي تشيل ورقه ترميها بره، دي تطلع بره. وبالفعل امر بتوع امن المركز يجولي ومجرجرني، ورفضت بقيت ماسكه في الكرسي بتاع القاعه عشان في دايره 20 كان في محكمة العباسية قبل ما يحولوها التجمع الخامس، بقيت أقول لهم لا مش طالعة، أنا لازم أقعد وأشرح لسيادة القاضي تفاصيل الجريمة عشان يجيب حق بنتي أو حتى يسألها هي، ده ما سألش الطفلة، ما رضاش يسألها، وقعد يسمع للمحامي وليه ويتكلم معاه بطيبة وبهزار، ويقول له هو أنت يا طارق إيه؟ هو أنت صورتك إيه ملتحي؟ أمال فين اللحية بتاعتك يا طارق؟ راح قال له لا يا باشا ده أنا حلقتها في السجن. وقعد يضحك معاه ويهزر معاه، وبعد كده راح جاب امن المركزي يسحلني وجرجرني، وفضلوا يضربوا فيا بالالكتريك شوك ويضربوني. ازاي يعني؟ ازاي انا اللي اتضرب والمغتصب يخلو سبيل؟ واخلوا سبيله طبعا، اخلوا سبيل المغتصب، واجلوا القضيه ل 26/10/2011، يعني 6 شهور. طبعا انا حاولت ادخل وامسك الباب بايدي وانا بصرخ، وهم ساحليني في الارض مجرجرني، وبنتي جنب مني تصوت وتصرخ على امها اللي بتتضرب قدامها بالعصايات الكهربائيه، ورحت ماسكه الباب بايدي عشان احاول ادخل، راح قافلين الباب على ايدي كمان على صبعي بتصرخ، اقول لهم طب افتحوا الباب دي اطلع صبعي صبعي صبعي، صوتي راح وانا بصرخ عشان صبعي حتى يسموه يفتحوا الباب يطلعوا، مش عايزين. لما صبعي اتحشر في الباب واتحبس فيه الدم، حسبي الله ونعم الوكيل. مفيش حد كان حاطط جلسه محامين ولا اي حد؟ لا لا، انا كنت قايله عارضه مشكلتي على بتوع مركز النديم لحقوق الانسان، الا انهم رفضوا يمسكوا القضيه وقالوا لي لا احنا ما نمسكش القضيه دي فيها الراجل بتاع امن دوله، واحنا قضيتك فاشله. محمد بيل باز، قضيتك فاشله وحق بنتك مش هيجي وما مش هنقف جنبك. بتوع حقوق الانسان دول مركز النديم دول قاعدين ياخدوا مليارات من الاتحاد الاوروبي وما بيعملوش حاجه، بيتضغط عليهم داخليا من الداخليه عشان ما يجيبوش حقوق المظلومين، ياخدوا في مليارات من الاتحاد الاوروبي وقاعدين مبلطين يقبضوا وما بيعملوش حاجه. دول خساره فيهم الفلوس اللي بياخدوها، دول بياخدوا فلوس الاتحاد الاوروبي، يا ريت يسمعني، بتوع حقوق الانسان في مصر بياخدوا الفلوس ما بيعملوش بيها حاجه، بياخدوها يحطوها في جيبهم. وايام حقوق الانسان بتاع سوزان مبارك، كان سوزان مبارك بتاخد من الاتحاد الاوروبي عشان حقوق المراه، وما كانوش بيعملوا حاجه للمراه، كانوا بياخدوا وياخدوا في جيوبهم ويطلعوا المليارات على بره في حساباتهم الخاصه، ما بياخدوها مش بيعملوا للشعب حاجه، دول خساره فيهم الفلوس اللي بياخدوها من الاتحاد الاوروبي، خساره، ما بيعملوش حاجه، ما بيعملوش اي حاجه فائده للناس.